السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هقدم لك فكرة هتسهل عليكي وقفتك في المطبخ. بنبقى عايزين نعمل حاجات كتير جدا، بس بيبقى ما عندناش وقت أو بنكسل، ولكن لو عندك حاجة جاهزة بيكون الموضوع أسهل بكتير. النهاردة هنعمل مع بعض خليط كيك شوكولاتة جاهز، هنجهزه في البطرمان زي بالظبط خليط الكيك الجاهز اللي بيتباع في السوبر ماركت، بس طبعا من غير محسنات، واقتصادي جدا ويطلع كيكة في منتهى الجمال. شايفين الكيكة اللي على اليمين دي؟ كيكة شوكولاتة هشة طرية، طعمها كله شوكولاتة، وكل ده ببيضتين اتنين بس والبطرمان اللي جنبها. هنجهز البطرمان وهنحطه عندنا في المطبخ عادي او في التلاجة وقت ما نكون عايزين. مجرد اللي احنا هنحط عليه اربع مكونات، سهلة جدا جدا، وكمان تقدري تحفظيها بمنتهى السهولة. انا البطرمان ده كان عندي فاضي فزوقته كده بشكل بسيط علشان اكتب عليه خليط كيك شوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، ومجهزة معايا المقادير المظبوطة جدا جدا. لو انت مغمضة هتعمليها وتطلع الكيكة جميلة جدا. الكيكة دي بتطلع احلى من الكيكة الاسفنجية، طعمها جميل جدا. وتعالوا نبدأ ونشوف احنا كاتبين ايه المقادير، وان شاء الله اخر الفيديو هقولكم على المقادير كلها بالظبط. ادي البطرمان بتاعي طبعا نضيف وناشف. اول حاجة هحتاجها كوبايتين من السكر البودرة، وادي السكر البودرة بتاعي، ادي كوباية، والكوباية التانية. لو عندك 10 دقايق فاضيين تقدري طبعا تجهزي الخليط ده لوقت تاني تكوني فيه مش فاضية. عايزة كوباية وثلاث ارباع من الدقيق، والناس برضو اللي عايزة المقادير بالجرام هسيبها لها. والكوباية والثلاث ارباع دول انا نخلتهم طبعا علشان لما اجي استعمل الخليط بتاعي يبقى ما عنديش اي حاجة، يعني مش هضيع وقت خالص. كوباية وثلاث ارباع من الدقيق، عليهم ثلاث ارباع كوباية من الكاكاو، وانا بستعمل نوع كاكاو هرشي، كاكاو نوع حلو جدا، اي نوع كاكاو خام بس يكون نضيف. ثلاث ارباع كوباية كاكاو من غير سكر طبعا. عندي معلقة ونص صغيرة من بيكنج باودر، ادي البيكنج باودر بتاعي، معلقة ونص صغيرة، ادي معلقة وادي نص معلقة. كمان هحتاج لمعلقة ونص صغيرة بيكنج صودا. المقادير دي مدروسة وجميلة جدا. البيكنج صودا هي الكربونات اللي احنا بنستعملها في كل حاجة. ادي معلقة وادي نص معلقة. كمان هحتاج لمعلقة صغيرة من الملح، ملح الطعام، واخر حاجة في المكونات الجافة اللي انا هسيبها في البطرمان هحتاج لرشة من الفانيليا. انا هستعمل النهاردة فانيليا بودر، وطبعا هي خام يعني من غير سكر. لو عندك الفانيليا العادية الكيس فاستعملي كيس من الفانيليا، فضيه على البطرمان. خلاص كده احنا خلصنا كل المكونات. ده بالظبط زي خليط الكيك الجاهز اللي انت بتشتريه، مش عايزه اقول اسامي، وبتشتريه غالي. احنا النهارده عملناه يعني مش مكلف خالص، زي ما احنا شايفين المكونات كلها اكيد موجوده عندك، الخليط اللي انا قصدي عليه ده. وقت ما هتحبي، وقت ما اولادك يكونوا عايزين، او وقت ما تكوني عايزه تعملي حاجه حلوه، هتخشي تجيبي البطرمان ده وهتفضي عليه مكونات، اربع مكونات بسيطة جدا وسهلة جدا، وان شاء الله مش هتلاقي احلى من الكيكة دي طبعا. بس الكيكة دي مش كيكة زي الكيكات اللي احنا عملناها قبل كده. احنا عملنا قبل كده كيكات صحية بالشوكولاتة، دي كيكة عادية عشان الناس اللي بتعمل يعني عايزة حاجة عادية لضيوف او لاولادها او كده تقدر تعمل الكيكة دي. انا كاتبة على الكيكة من ورا اضيفي اربع حاجات. اول حاجة بيضتين، وبعدين عايزة كوباية من الحليب، وعايزة كوباية من المية السخنة المغلية، وعايزة كمان نص كوباية من الزيت، زيت دوار الشمس او زيت ذرة، يكون زيت نوع كويس. وهما الاربع مكونات دول وقت ما هكون عايزة اعمل الكيكة بتاعتي.
دلوقتي الجزء التاني من الفيديو ازاي هنعمل الكيكة بتاعتنا. كل اللي هستعمله عندك حلين، انا ما عنديش مضرب بيض اللي هو الخارجي دوت، فهستعمل الخلاط. اما انتي تقدري تحطي المكونات كلها في مضرب السلك وتضربيها عادي. ولو ما عندكيش مضرب سلك حطي في الخلاط الحليب مع البيض مع الزيت، وسيبي بس المية السخنة في اخر خطوة. مجرد اللي انتي هتقلبيهم كده في الخلاط وهتعملي ايه، انتي دلوقتي دخلت المطبخ، كل اللي هتعمليه هتحطي البطرمان بتاعك كله، عشان احنا هنعمل مقدار كيكة عالية مقاس 24، صينية مقاس 24، وهنحط من الحاجات اللي احنا حطيناها في الخلاط البيض والزيت والحليب، ناقص بس كوباية المية المغلية هحطها دلوقتي وهبتدي اقلب. ولو زي ما قلتلك لو عندك مضرب سلك تقدري تعملي خطوة واحدة بس من غير خلاط، تضربي بمضرب السلك. اهم ملاحظة عندي، لازم الخليط ده يتقلب كويس او يتضرب بالمضرب السلك كويس جدا، علشان ما تلاقيش فيه فتافيت كده من الدقيق في الكيك ويطلع مش حلو. اهم حاجة اللي انت تقلبي كويس، انا هقلبه كده بالسباتولا. تقدري تستعملي المضرب البيض اليدوي، بس هو ما خدش معايا وقت يعني، لان انا ضربت بقية المكونات في الخلاط وكانت المية سخنة، فطبعا ايه تجانست بسهولة جدا. جبت الصينية بتاعتي اللي هي دهنتها الاول زيت وحطيت عليه رشة دقيق كده ورشة كاكاو، وهبتدي احط الخليط بتاعي كله. ده هيعمل مقاس صينية مقاس 24، طبعا الصينية عالية، وزي ما احنا شايفين المكونات يعني ببيضتين اتنين هتطلعي كيكة كبيرة وعالية، وتقدري تحوليها لتورتة بمنتهى السهولة. طعمها كله شوكولاتة، انا مدقتهاش على فكرة، بس ولادي هما اللي دقوها وقالولي اكنك يا ماما بتاكلي شوكولاتة بالظبط. ودلوقتي خليط الكيك بتاعي بعد ما حطيته في الفرن قعد 40 دقيقة، مش اقل من كده، ما تفتحيش الفرن قبل 40 دقيقة، على درجة حرارة 180، وهتستوي معاكي وهتعلى وتبقى جميلة جدا. الملاحظات اللي انا بقولها دي مهمة جدا ان شاء الله علشان تنجح معاك الكيكة. دلوقتي انا الكيكة بتاعتي سبتها تبرد وهقدمها، هقلبها بقى علشان اقلبها على الوش التاني. عايز اقول لكم يا جماعة ان الكاميرا فعلا مغمقة الكيكة، الكيكة طالعة يعني غامقة بزيادة زي ما يكون لون شوكولاتة، بس هي لونها افتح من كده. بيعتمد على نوع الكاكاو، لو في حد مش عايز اللون الغامق ده يقدر ينقص شوية من مقدار الكاكاو ويبدله بالدقيق. شايفين الكيكة طرية ازاي؟ بجد الكيكة طرية جدا جدا وما خدتش اي مجهود خالص، ما شاء الله، وعالية كمان. انا دلوقتي حابة زينها واكسر اللون شوية البني ده، فهعمل ايه؟ جايبة اللي هو الورق اللي هو احنا بنفرشه تحت الكيك ده، وهحط بس شوية سكر بودرة كده علشان اعمل تزيين خفيف. طبعا مش هعمل الكريمة بقى ولا حاجة، انت تقدري تعملي الكيكة دي تحوليها لتورتة، وان شاء الله نبقى نعمل بعد كده لو انتوا حابين ممكن نعمل بيها تورتة ازاي ونحولها لتورتة فخمة في منتهى الجمال. وهتعمليها زي ما قلتلك في 5 دقايق، بشرط ان انت تكوني مجهزة البطرمان بتاعك. شايفين التزيين شكله شيك ازاي؟ حاجة رقيقة كده، طبعا على حسب ذوقك وعلى حسب الرغبة. ده دلوقتي يعني هو كان وقتي كده في المطبخ، ما قدرتش اعمل اكتر من كده، بس لو انت عندك وقت وعندك مناسبة تقدري تزيني زي ما انت حابة، تقدري تحطي عليها كريمة، تحطي عليها شوكولاتة، تعملي جناش من الشوكولاتة. تعالوا بقى نفتح الكيك من جوه، شايفين بس هي بتتكلم وباينة، متهيألي قبل ما افتح الكيكة باينة قد ايه ان هي هشة من جوه وقد ايه ان هي عالية ما شاء الله. يعني اعتقد الكيك العادي في المقاس ده بياخد على الاقل 5 بيضات، انا عاملاها بيضتين بس. شايفين عالية ما شاء الله ازاي، انت مش هتصدقي على فكرة، ولازم تجربي علشان تحكمي، مش هتصدقي ان انت بيضتين عملتي كيكة بالمنظر ده، وولادك هتعجبهم جدا. ولو هتقدميها بقى للضيوف تقدري تاخديها لاي حد وانت رايحة. دايما بقول الكلام دوت علشان احنا بنحاول نعمل حاجة اقتصادية في البيت ونوفر شوية، ما نشتريش الحاجات الجاهزة، وانا ضد طبعا اي حاجات معلبة بتجيب من السوبر ماركت عليها محسنات او كده، الحاجات دي مضرة جدا وكلمنا عليها قبل كده. احنا النهاردة من غير محسن كيك طلعنا الكيكة في منتهى الجمال، في منتهى الطراوة، وبجد طعمها هيبقى حلو جدا.
انتي بس حطيها شوية في التلاجة تسقع، ومش هتلاقي احلى منها. الولاد هتحبوها، يحبوها جدا. اتمنى ان شاء الله النهاردة الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو وعايزين ممكن نعمل افكار تانية كتير، نجهز كيك بالفانيليا، نجهز البراونيز، نجهز الكريب، نجهز حاجات كتير جدا في بطرمان برضو في المطبخ عادي. وقت ما احنا عايزين نعمله نقدر نعمله. اعملوا لايك على الفيديو عشان تشجعوني. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.